طيب نبتدي بشوربه السي فود. اول حاجه هنحط زيت. انا هجيب لك كل حاجه. المفروض تعمل اكل جديد يعني. بتفتكر مش مهم هو ايه السكر بدل الملح عادي كده السكر يعني. عارفه انت اللي هو ليه؟ انت هتعرفي قد ايه صاحبتك اتطورت. لا انا شايفه تطور. مش قادره تطور بتأزازي. طيب احنا حطينا الزيت. هنحط الزيت. اديهولك انت؟ انا ساعتها. اوكي. هنزل بالبصل. انا مسحتها مع النار معلش عشان نلحق بس. لا لا مش هتاخد وقت خالص. وانا كاتبه انه يعني نجيب نص كيلو كاليماري، نص كيلو جمبري، نص كيلو اللي هو بلح البحر. او في اكياس بتتباع في السوبر ماركت جاهزه عامله الميكس ده. تبقى لذيذه جدا، فيها ميكس سي فود كامل. دي برضو تنفع على طول. هنحطها بعد البصل على طول يا غالي. بشوح بس البصل، هي عشان النار كانت سخنه قوي فالبصل على طول اهي دبلت. يعني هي يا دوبك تاخد لون وبعدين بالظبط كده. واروح نازله بالسي فود. بس في ناس بيقولوا ان الشوربه تبقى حلوه لما نحط فيها راس الجمبري. يعني دي بقى اما تحبي تعملي صوص سي فود تاخدي راس الجمبري والحاجات دي وتسلقيهم وتاخدي الشوربه بتاعتهم وتسيبيها على النار لغايه ما تقل وتطخن اوتوماتيك لوحدها. ده البسك بيسموه البسك. انا خدت كورس في فرنسا على ازاي اعمل اللي هو الصوصات اللي هي بالعظام اللحم او برؤوس الجمبري. خدت كورس مخصوص في فرنسا على الحاجات دي. احنا بنشربه بقى شوربه. بالظبط. هي انت بتعملي بقى انت بقى الشوربه دي بتعرفي انت بقى واخداها تتقليها وتعملي منها صوص. بالظبط كده. اوكي. هنحط بقى ملح وفلفل. معلقه ملح وفلفل. انا بسيب الملح والفلفل حسب يعني اللي بيحب ملح زياده. انا شخصيا في اكلي ما بحبش الملح زياده خالص. هو افضل. بحبه. وبعدين على فكره اللي عايز يزود، لكن لو الملح زياده مش هتعرفي تقلليه. انا ملاحظه هنا بقى ان انت موضبه انجريدينتس. انت عامله دي ذره. بس انا باخد بس الاول. لا انت قلبي وانا بس احكي للناس. الفلفل الوان. معلقتين كده صغيرين متقطعين الفلفل الالوان. وده ايه؟ وده زعتر. زعتر. حبهان مطحون. شبت. ايوه. لبن مبخر مش محلى، وده هتلاقوه في السوبر ماركت جنب اللبن المكثف المحلى. هتلاقوه مكتوب عليه لبن مبخر ايفابوريتد ميلك. ليه؟ ايه الفكره؟ رائع يعني. دوقي حته. بيدي طعم للاكل. انا كل الحاجات اسمه صغر. لبن مبخر. جنب اللبن المكثف المحلى على طول هتلاقيه في الخانه بتاعت السوبر ماركت. يدي زي كريمه تقيل كده. بالظبط كده. وحاطين كريمه ولبن وكله، مش هنسيب حاجه. ده جنب ده؟ جنب ده. اوكي يا باشا. هنزل بالحبهان المطحون. وانا بحب دايما في الشرب احط حبهان مطحون. ليه بقى؟ بيدي طعم للشرب. هو يعني تحسيه مخصوص. مش انت حتى ما بتسلقي الفراخ يقول لك حطي فصين ثلاثه دايما بيدي للشوربه طعم حلو. بيدي طعم حلو. ده حتى في القهوه البيضه بنحط عليها حبهان. والقهوه العربي وكله. القهوه العربي كله العربي. ايوه. فينك يا بوسي؟ بوسي شلبي تحياتنا معانا غدا نواره. مش انت عايزه اقول لكم ان انا كان عندي مقاله كده بياخدوا حديث مني في جريده من الجرايد. بيقول لي انت ازاي وصلتي للفنانين؟ لا احنا بناكل عندها. فقلت لهم انا صاحبتي بوسي شلبي وهي سبب بعد ربنا ودعوات امي وابويا انها عملت لي الدعايه. احنا بنقول بوسي كل سنه وهي طيبه. وتاني عيد ميلادها يوم 17 ان شاء الله. عبير رمزي وعبير صبري ويسرى. هتعملي لها اكل؟ قلت لها العيد ميلاد كله. وداليا جوده و انا انت حط. لا لا انا بقول انا حطيت فلفل الوان بس عشان الناس ما تتوهش مننا. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. حطيت الفلفل الالوان. ايوه. وحطينا ملح وفلفل وحبهان. وحطيت بالظبط. والذره. ودي الذره. وناقص لنا هنا ده الشبت. بس الذره دي مش كتيره والشبت. غدا لا لا مش كتيره خالص. هي بتدي طعم مع السي فود مش عايزه اقول لك. وبعدين هحط الزعتر. هي دي الزعتر كمان. لا بقر. بحب ادلع. وهحط الشبت. مفيش حاجه غريبه كل حاجه على انا انا قلت لها انا هاجي. تقولي تعالي بدري من الساعه 3. قلت لها لا ما عنديش وقت انا هاجي موظفه كله. غاده جايه بطبقها. وطبعا اعملوا اي حاجه بغاده. يعني انتوا ممكن تعملوا اي حاجه بغاده. اطلبوا اللي انتوا عايزينه الا الكيترينج بتاعها وادواتها. لا انا جايباهم من دول موجودين. دول بنوته مش عايزه اقول لك يعني مصري وبنوته شابه عندها 29 سنه. الصفحه بتاعتها اسمها ايه؟ كين فورمز. كين
كين فورمز. اسمها ايه بقى البنات؟ كين فورمز. ياسمين. الله. ياسمين انت شغلك رائع وصناعه حلوه، وبجد احنا الصناعات الصغيره دي لا وعاملاهم حلو بنفتقدها. جوز ده فخار اهو، وكله هاند ميد وكل الحاجات دي جولد بليتد، حاجاتها رائعه. فطبعا الطقم ده مع الطقم اللي هي عاملاه مستحيل حد يقدر يوصله. طبعا مع الكيت برضو ده طقمك خشب. لا تعرف تدلعي نفسك بالظبط. خلاص حطينا بقى كل الحاجات، دلوقتي هنزل باللبن المبخر. بصي بقى بصي شمي الريحه. دايما بقول يا ريت طبعا ده الطبق الخشب الطقم الخشب ده بتاعها برضه يا ريت يبقى فيه صوت وصوره وريحه. كان نفسي التصوير يبقى فيه صوت وصوره وريحه. انا هدي الصوت، هحط اللبن وانت يا غادة عامله الصوره بالظبط. الريحه بقى خلاص احنا شمينا. ده ايه ده يا غادة؟ ده لبن وكريمه. لبن وكريمه يعني كوبايه ونص لبن وكوبايه كريمه. بودات دول بتوعك؟ مفيش حاجه ليا ابدا. ويغلوش عليك يا مفيده. انت قاعده باصه في كل خلاص. انا امنيه حياتي انا كده بقى كنت نفسي ابقى اعرف اطبخ علشان يبقى عندي كم الحركات بتاعت ما هو ربنا ما اداكيش الملكه دي، فبالتالي خلاص ما عندكيش حرمان من ان يكون عندك طيب احنا كده الشوربه. كده الشوربه نبتدي بقى في الفته.